إذن فكما شفتوا الفيديو والجريمة اللي وقعت بمنطقة عين دياب بكازا، وتقريبا بنفس الطريقة اللي تقتل فيها الدكتور بدر على يد ود الفشوش أشرف. الجميل هو أن عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط غادي تعتقل 7 ديال الأشخاص واللي كيحملوا جنسية مالية وجنسية جزائرية ومعهم حتى مواطن مغربي، والقضية فيها الاشتباه في التورط نتاعهم في الإيداء العمدي وارتكاب حادثة سير عمدية وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر. وهذا كان بلاغ نتاع المديرية العامة لأمن الوطن. وطبعا في المصالح نتاع الشرطة كانت فتحات واحد البحث قضائي بعد ما غيتوصلوا بإشعار حول دخول واحد مجموعة من الأشخاص في واحد خلاف عرضي غيتطور إلى مواجهة فيما بعد وباستعمال سيارات رباعية الدفع بوسط المدينة نتاع كازا، ومن خلالها غادي يقدم أحدهم على دهس الغريم نتاعو بشكل عمدي ويتسبب ليه في إصابات بجروح وإصابات جسدية متفاوتة. والله يحد الباس، لأن السيد ما توفاش، مع العلم أنك شفتوا الفيديو جيدا كيفاش أنه تحاول باش يبعزو مع سيارة أخرى، كما أن التدخل نتاع عناصر أمني كان فوري في ديك المنطقة بالضبط وغيتم اعتقال الشبكة بعد ما ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية. ناهيك أنه غيتم الحجز على 3 نتاع السيارات من نوع 4x4 رباعية الدفع واللي تستعملات في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أنه غيتم العثور بالداخل ديالها على مبلغ مالي كبير ويتم البحث على مصدر نتاعو وكذا الملابسات ديال الحياز نتاعها. وطبعا فالأبحاث مكنات من تحديد الهوية نتاع الضحية ديال هذا الاعتداء واللي يجري حاليا الاحتفاظ به راه المراقبة الطبية بإحدى المصحات الخاصة لتنقل لها باش يتم تلقي العلاجات الضرورية، وتم إخضاع المشتبه فيهم اللي هما 7 نتاع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، أي رهن إشارة البحث القضائي اللي كتشرف عليه النيابة العامة المختصة باش يكتشفوا أو يتم الكشف عن جميع الظروف والملابسات نتاع هاد القضية. صراحة فيديو مشمئز، فيديو فيه تصارى بزاف، وكنتمنى انه تكون احكام قاسية اخواني في هذا الشيء اللي تنشوفه. اذا تغيير الحموشي او تعيين الحموشي في وزارة في الحكومة، مع العلم ان هذه الاخبار ليست بجديدة، لانه سابقا كان تم تداول خبر تعيين الحموشي في تعديل وزاري كوزير للداخلية واللي هي ام ديال الوزارات. بداية غنبدأ بالحموشي اللي هو من مواليد 1966 من مدينة تازة، وكتعتبر احد ابرز المسؤولين الامنيين واللي قدر باش يجمع ما بين جوج المناصب مهمة جدا، فهو كترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وايضا هو المدير العام انتع المديرية العامة للامن الوطني، وغيلتحق بصفوف المخابرات الداخلية سنة 1993. وكان مدوك الامنيين اللي كانوا يشتغلوا على ملف الاعتداءات الارهابية اللي كانت وقعت في فندق اسني بمراكش سنة 1994، ولكن بعد تنحية تدريس البصري سنة 1999 من طرف الملك، فغيتم تعيين الجنرال العنيقري واللي ما غاديش يطول بزاف مباشرة بعد التفجيرات نتاع ماي. وكتعرفوا انه في المغرب الرجل المكلف بالامن نتاع المغرب هو المستشار الملكي الحالي فؤاد علي الهمة، فاي حاجة عندها علاقة بالامن فالمتحكم الاول والرئيسي هو الهمة، كما ان هذا الاخير هو اللي لعب واحد الدور كبير باش يتم تعيين الحموشي في المخابرات سنة 2005، وديك الساعة كان في عمره 39 سنة، بمعنى انه كان اصغر مدير عام لجهاز مخابرات الداخلية المغربية. كما انه في سنة 2015 غادي يعينوا الملك كمدير عام للامن الوطني، كذلك هو مستشار ملكي امني. ودابا غادي نجاوبوا على خبر واش غيتم الحموشي تعيينه كوزير في حكومة. فالجواب بسيط اخواني، نقدر نقول لكم ان الحموشي في المغرب القيمة نتاعه اكبر من رئيس الحكومة، واكبر من وزير الداخلي اللي هو في القانون يعتبر الشيف ديالو، واكبر من جميع الوزراء اللي كاينين في الحكومة. لماذا؟ لانه الا ما كانوش عندك جوج مؤسسات قوية خاصة الجهاز نتاع المخابرات، فجميع القطاعات غادي تفشل في الدولة بما فيها المؤسسة الملكية اللي ما يمكنش انها تحكم في امن وامان وانها تقوم بتنمية البلاد بلا ما يكون عندها
الامن. قص على ذلك الاستثمارات الاجنبيه، فواش كتعتقدوا ان يجي شي مستثمر يحط فلوسه في المغرب وما يكونش عندك استتاب الامن؟ خير دليل ان مجموعه من الشركات نتاع السيارات بعد الربيع العربي، مثلا شركات فرنسيه كانت غتستثمر في تونس رجعت استثمرت في المغرب، لان في المغرب لان المغرب كان مستقرا، بينما الدول التي عانت من الربيع العربي كانت تعيش تحت الفوضى. قيس على ذلك السياحه، واش غيجيك شي سائح وانت ما عندكش الامن؟ قيس على ذلك واش الدول الاوروبيه او العالميه غتحترمك وانت ما عندكش الامن؟ كيفاش تكون الصوره نتاع الملك لو ان المغرب كله مخربق ما فيش الامن؟ واش غيكنوا له نفس الاحترام اللي كيكنوه له دابا؟ واش الدول الاوروبيه عباد الله بشانها وعظمتها وفين يبان معها المغرب؟ كنقصد ناحيه الاقتصاد، التنميه البشريه، في ما جيتو. ولكن واش ما لاحظتوش مؤخرا ان اي ازمه كتوقع مع المغرب، المغرب كيخرج فيها منتصر؟ بمعنى ان المخزن ملي كيدخل في صراع او كيدخل في مرحله كسر العظم مع اي دوله مؤخرا، تيخرج المغرب منتصر. نعطيكم امثله، المغرب غيدخل في صدام مع المانيا، انتهى بدعم المانيا لمقترح الحكم الذاتي بسبب الصحراء. المغرب غيدخل في صدام مع اسبانيا، غينتهي باعتراف اسباني بالصحراء المغربيه. المغرب غيدخل في صدام مع فرنسا، انتهى مؤخرا باعتراف فرنسي باش بالصحراء المغربيه. لماذا؟ لان المغرب في الدوريقات، اهمها الامن، اهمها المعلومات الاستخباراتيه اللي كتجيبها المؤسسات الامنيه بما فيها المخابرات الداخليه الحموشي والمخابرات الخارجيه لاجد، اللي نورمالمون ما خصهاش تكون معروف. علاش دائما في الواجهه كتلقاو غير المخابرات الداخليه وما كتلقاوش مخابرات الخارجيه؟ اكثر من ذلك، واش كتعرفوا شي واحد خدام في لاجد مثلا؟ من سابع المستحيلات انك تلقى مسؤول في لاجد معروف او كيتعرف. لماذا؟ اولا لانه خصو يكون محصن وما خصوش يكون معروف، لان اغلب الخدمات نتاعو كتكون خارج المغرب، بمعنى انه الا تعرف ومشي يدير شي مهمه في فرنسا او اسبانيا غيحضيو وغيعرفوه، دونك خصو يكون دائما الهويه نتاعو ما كيعرفو حتى شي واحد. اكثر من ذلك، امرا ما كيتخلصوش كما كيتخلصوا مثلا الموظفين الاخرين، كدا اس تي بالشهريه بلا بونك دوز لاطلاقا، كيتخلصوا بطريقه اخرى غير لا بونك باش ما يتعرفوش. وخاصكم تعرفوا ان غير هاد جهازين مخلقين البلبله وخلقوا بزاف ديال الانجازات. نعم كاين اكراهات، كاين مجموعه من كما كنقولوا التجاوزات كتوقع ما بين الفينه والاخرى، ولكن ليس بفساد مؤسسات وانما شي افراد في مؤسسه معينه. المهم انه اي واحد ثبت عنه دليل قاطع حول تورط شي عنصر امن في الفساد، فكتشوفوا انه دائما كيتفتح في حقه تحقيقات. وكاين كذلك جهاز لا ار جي يعني الاستعلامات، وكاين مخابرات نتاع العسكريه، وكاين مخابرات اخواني نتاع القوات المساعده، وكاين نتاع بزاف ديال الاجهزه اللي كلها كتحط تقارير ونقدروا نقولوا بشكل يومي. اذا اخوان فالحموشي ماشي مجرد وزير او موظف عادي، هو مسؤول بارز وهو من الشخصيات المهمه عند الملك اكثر من جميع الوزراء، ويقال انه تابع للمستشار الملكي الهمه لانه هو المسؤول نتاع الامن في البلاد. بينما السكرتير الخاص نتاع الملك منير الماجدي يقال على انه هو اللي شاد الملف ديال الاقتصاد، وهادو كيتعتبروا من الرجالات المهمه في القصر الملكي وان الملك كيعتمد عليهم. اكثر من ذلك، فدائما تنشوفوا او يقال على ان الهمه هو الحاكم الفعلي للمغرب، وهذا خطا، لان الهمه تيقوم بالدور ديالو فيما يتعلق باستتاب الامن في البلاد، المخابرات، الامن الى غير ذلك، كما انه كيحظى بواحد الثقه ديال الملك منقطعه النظير. ودابا غنتكلموا على واحد الموضوع اللي غيتجبد من طرف بعض المدلسين واللي تيطلقوا على راسهم انهم معارضين. فتصور انه تيجيبوا الفيديو نتاع داك ملك اسبانيا اللي دقدقوه بالغيس في فالونسيا في داك الفيضانات المفاجئه اللي كانت وقعت، وتيبغيو يقارنوها بالملك محمد السادس مع طاطا او كما كيقولوا زلزال الحوز. المهم هما خصهم دائما شي في غيدوزوا باش يضربوا شخص الملك في حد ذاته، وكيكتبوا ما الفرق ما بين تصرف ملك المغرب محمد السادس وملك اسبانيا فيليب السادس. اولا الشعب المغربي يكنوا كل احترام لملك البلاد، ولا يمكن لاي شخص او مغربي انه يتجرأ ويدير داك الفعل ضد الملك نتاعو، هذا رقم واحد. رقم جوج، فإلا كان داك العمل الجبان اللي داروه دوك الاسبان في حق الملك نتاعهم اللي جا باش يطالع الاحوال ديالهم ويشوفهم، مع العلم انه ما كيتحمل حتى شي مسؤوليه في داك الشيء اللي وقع. لماذا؟ لان تنعرفوا ان الملك
الملكية في إسبانيا ملكية لا تحكم، وأن كاع الأجهزة وتنعرف أن كاع السلطات في يد رئيس الحكومة بما في ذلك السلطة إعلان الحرب، وأنه إذا كان شي تقصير غيكون للحكومة، وبالتالي رئيس الوزراء الإسباني أما ملك إسبانيا ما عنده حتى شي دور، غير كلا مسكين طريحة كلا تخصيخة وما خلاو فيه غير اللي ينسى هالقتالة السبان هو ومراته، يعني واحد الوقاحة اللي وقعت في إسبانيا إخواني أخواتي لصراحة ما تبغي حتى شي واحد، لأنه في الأخير هذه قلة أدب وسوء احترام. كما أن هاد المخربقين تصوروا ديما خارجين تيبكيو إلا شي واحد غير يسبهم، لا راه من طرف العياشة، راه هذا غير كلام ما بالهم يشير عليهم شي واحد بالطين ولا يشير عليهم شي واحد بالبيض كأسلوب حضاري كما تيقولوا هما، وعادي الضرب بالبيض راه عادي في بلادي، راك شو شحال موزير شحال مسؤول تيضربوه بالبيض كاحتجاج. دابا هاد المعارضين أو ما يسمون بالمعارضين، أنهم ماشي حتى معارضين، هما باش نعتبرهم معارضين، فالمعارض خصو يكون عندك فكر، يكون عندك بديل، ما عندكم نتوما، ما عندكم لا شيء، فقط يعني تعتمدون على فلوس الادسنس باش تعيشوا، او انكم باش تحسبوا معارضين باش تمشيو تدفعوا داك اللوجو ويبداو يعطيكم ديك الشهريه وتباتوا لاعسين وقابلين البيسي التليفونات لا خدمه لا ردمه وصافي. وقال لك شنو الفرق ما بين الملك محمد السادس والملك ديال اسبانيا فيليبي السادس ولا شنو سميتو، راه فرق واسع جدا، ملك عنده السلطه تحكم وحاكم فعلي البلاد، وواحد ملك صوري.